بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي أعزاء الطلبة أرحب بكم وأجمل الترحيب وأنا ألتقي بكم مجددا عبر فضائية العراق التربوية لنبدأ درسا جديدا خاص باللغة العربية للصف الثالث المتوسط فأهلًا وسهلًا بكم موضوعنا اليوم أبناء الطلبة هو خاص بالوحدة الثامنة من كتاب الجزء الأول وهو موضوع الأدب. للشاعر بلند الحيدري تعال معي عزيز الطالب لنقرا ما جاء في شرح عن الشاعر وتحليل لقصيدته الشاعر بلند الحيدري قد يوحي هذا الاسم للوهله الاولى بانه ليس اسما عربيا نعم هو شاعر كردي يعد بلند الحيدري واحدا من رواد الشعر الحر، واحدا من رواد الشعر الحر إلى جانب السياب ونازك الملائكة والبياتي وغيرهم. إذا شاعرنا لهذا اليوم بلند الحيدري هو واحد من الشعراء الرواد الذين كتبوا في الشعر الحر، إلى جانب الشعراء الآخرين. إذا قال لنا ما يعد بلند الحيدري نقول هو واحد من رواد الشعر الحر إلى جانب السياب ونازك الملائكة والبيات. ولد في بغداد نعم في العام 1926 للميلاد وهو شاعر عراقي كردي الأصل نعم قلنا في بداية الدرس بأن بلد هو اسم يعود الى الشاعر وهو كردي الاصل ما معنى بلند ومعنى اسمه في اللغه العربيه شامخ نعم اذا كنت تسال عن معنى بلند ففي اللغه الكرديه معنى كلمه بلند هي شامخ كان والده اي والد شاعر ضابطا في الجيش العراقي وهو من عائله كبيره اغلبها كان يقطن في شمال العراق ما بين اربيل وسلسله جبال السليمانيه. انتقل للعيش في بيت جدته بعد وفاه والدته في العام 1942 وتوفي والده في العام الف وتسعمائه وسته نعم هذه معلومات تخص حياه الشاعر هي ولادته ووفاته وغيرها انتقل للعيش بعد هذه الاحداث التي المت به الى بيت جدته بعد ذلك يعرج لنا مؤلف الكتاب الى جانب اخر من جوانب حياه الشاعر فتكلم لنا عن ثقافته. نعم ثقافه الشاعر تكلم لنا هنا عن ثقافته قال كانت ثقافه بلند الحيدري ثقافه متنوعه اذ درس الادب العربي، هذا سؤال قد ورد في الاسئله الوزاريه هكذا جاء السؤال شاعر كردي.. الأصل ما درس وما أهم دواوينه نعم هذه المعلومات يجب أن تطلع عليها عزيز الطالب حتى تكون ملما بالشعراء وحياتهم وقصائدهم نقول له الشاعر بلنت الحيدري ما درس درس الأدب العربي والنقد نعم والتراث وعلم النفس والفلسفة هذه التخصصات التي خاض غمارها الشاعر بلند الحيدري. توفي في امريكا في العام 1996 للميلاد. من دواوينه، نعم الدواوين مهمه ابنائي اعزائي الطلبه. ما لمسناه بان اكثر الطلبه اذا كان الشاعر اذا كانت قصيدته للدرس يهمل الشاعر حياته ويهمل القصيدة وتحليلها هذا خطأ بل كثيرا ما يأتي أو ما تأتي أسئلة عن هؤلاء الشعراء ولا سيما الدواوين الشعرية ومن دواوينه أي دواوين الشاعر بلند الحيدري خفقة الطين نعم هذا هو الديوان الأول وأغاني المدينة الميتة وجئتم مع الفجر نعم وخطواتهم في الغربه وغيرها طبعا مؤلف الكتاب اكتفى بهذه الدواوين قصيده الشاعر كما ذكرنا هي للدرس لكن لا باس ان نقرا القصيده ونقف على معانيها الى ولدي عنوان القصيده الى ولدي طبعا العنوان مهم وكن هنا القصيده تكون للدرس فقط سأعود، نعم، سأعود ثانية إليك لأقبل النور الذي في ناظريك لتنام بين يدي صحوة راحتيك ستصيح: عاد أبي إلي حيا، عاد أبي إلي حيا، برغم الموت عاد أبي إلي في ناظريه حكاية عن الف ايمان وشك عن الف جرح غائر عزيزي الطالب اود ان انوه الى شيء مهم بان القصائد التي جاءت مكتوبه بطريقه الشعر الحر يجب ان تكتب في الامتحان كما هي لان ما لمسناه بعض الطلبه يحاول ان يكتب القصيده بما يحلو له او احيانا يكتبها بطريقه الشعر العمودي وهذا غير صحيح، نعم. نكمل هذه القصيدة أبنائي الطلبة برغم ما أن القصيدة هي كانت للدرس لكن لا بأس بالوقوف على معانيها. سأعود ثانية إليك كالموت يصمت حين يحكي أنا إن رجعت غدا إليك إن عدت ثانية إليك فلا تسل، نعم فلا تسل عما لدي عن غيمة تجتاز هدأة مقلتي لا لا تسل عما وراء الصمت من زهر وشوك أنا إن سئلت فسوف أبكي نعم هذه الكلمات المؤثرة والمعبرة كانت لشاعرنا بلنت الحيدري المعاني معاني المفردات هنا في راحتيك اي في كفيك غائر معناها الأمين الان ننتقل الى تحليل القصيده ابنائي اعزائي الطلبه. التحليل. هذه القصيده رساله، نعم لاحظ معي، هذه القصيده هي رساله من والد الى ولده يتحدث فيها الشاعر بلسان الوالد المتوفى. الذي يناجي ابنه في المنام ليكلمه هنا يناجي يقال بان هذه الكلمه المناجات هي الحديث لكنها ليس حديثا باللسان بل هي حديث الروح فالمناجات معناها كانما هي حديث الروح ليناجي ابنه في المنام ليكلمه عن رغبته في العوده الى الحياه ليحتضنه مره اخرى وهذه امنيه ان لها ان تتحقق ويرى الفرحه في عينيه من جديد والشاعر في هذه القصيده يختار العبارات الرقيقه نعم يختار العبارات الرقيقه المملوءه بالحنان لان موضوع القصيده يتطلب ذلك والتي تمثل حنان الاب على ولده ويكرر إن الشرطية هذا السؤال قد جاء في المناقشة ما سبب تكرار إن الشرطية نقول سبب التكرار في عباراته لما ليبين أن رجوع الأبي هو رجوع الطيفي في الحلم بعد وكذلك استحالة الرجوع الجسدي الواقعي اي كانما يقول هي مجرد امنيات لا يمكن ان ترى طريقها على ارض الواقع. على الرغم من الخلود الروحي وهو فيها يستعمل العبارات البسيطه. هذا السؤال قد ورد ايضا في اسئله المناقشه ابنائي اعزائي الطلبه قال كيف كانت عبارات الشاعر؟ اصعبه هي؟ نقول يستعمل الشاعر العبارات البسيطه الجزيلة لم؟ قد نتعرض لسؤال بصيغة أخرى لم استعمل الشاعر فلند الحيدري في قصدته العبارات البسيطة الجزلة نقول ليوصل الفكرة بشكل بسيط وموجز إلى المتلقي نعم وهذا هو ديدن الشعراء اذ أن جل همهم هو ايصال هذه المشاعر وهذه الافكار الى المتلقي لغرض التاثير به الان ما قدمناه ابنائي اعزاء الطلبه كان عن شاعرنا بلند الحيدري وذكرنا بان بلند الحيدري هو واحد من الشعراء الذين ظهروا الى جانب الشعراء الرواد ورواد الشعر الحر قد مر بنا ابنائي اعزاء الطلبه على سبيل المثال الشاعر الكبير بدر شاكر السياب وكذلك نازك الملائكه وعبد الوهاب البياتي نعم فالشاعر بلند الحيدري هو واحد من هؤلاء الشعراء تكلمنا فيه عن قصيده الشاعر والتي كانت للدرس غير مطالب بحفظها لكن التحليل مهم ووقفنا على المواضع المهمه في هذا الشاعر واكدنا على ما درسه الشاعر وعلى دواوينه فضلا عن تكراره ان الشرطيه وهذه الاسئله قد جاءت في المناقشه وكذلك في الاسئله الوزاريه للسنوات السابقه. الان وصلنا الى نهايه الدرس ابنائي اعزائي الطلبه حتى التقي بكم مجددا اترككم في امان الله وحفظه.